مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان معكم فيها اليوم. احنا النهاردة هنكون بصحبة الأستاذ الدكتور خالد سعد، مدير عام الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ، وعضو الاتحاد العام للأثريين العرب، وعضو الاتحاد الأثريين المصريين، ومستشار الصندوق الدولي للتنمية والتخطيط. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. في زيارة لأحد الأماكن الغير معروفة في مصر، هي في الحقيقة واحدة من أجمل وأروع الأماكن الموجودة على مستوى العالم، لكن في الحقيقة أن كثير من السادة المستمعين أو حتى من السادة الدارسين أو حتى من السادة المرشدين السياحيين لا يعلمون الكثيرون عن هذا المكان الذي يعتبر قطعة من الجنة، مكان يستحق أن يكون على قائمة الأماكن الممنوحة لها تصريح باعتبارها محمية تراث عالمي. هذا المكان يقع في أقصى الجنوب الغربي لمصر، ألا وهي منطقة العوينات ومنطقة وادي صورة. طبعا المنطقة تبعد عن القاهرة بما يقترب من 1200 كيلو. طبعا الخط المستقيم من القاهرة إلى منطقة شرق العوينات أو منطقة جبل العوينات لو احنا خدناها كخط مستقيم تصل تقريبا إلى 800 كيلو، لكن الطريق بيبقى بيتخلله مجموعة من الوديان الصحراوية ومجموعة من الكثبان الرملية اللي هي بتدي المكان مسافة أطول. لو احنا حبينا نزور هذا المكان لنا الكثير من الاختيارات في الانتقال من القاهرة إلى هذا المكان، سواء بقى هننتقل من القاهرة إلى منطقة الواحات البحرية ثم الدخول من منطقة الواحات البحرية من منطقة الجارة أو قرية الحرة ثم اتجاه منطقة الثمان أجراس أو الثمان تجراس أو الإيت بيلز ثم منطقة خوف وبلاتو، ودي منطقة تم العثور فيها على مجموعة من الكتابات المصرية القديمة بترجع إلى الملك جد فراع ابن الملك خوفو، وذكر فيها ان الملك خوفو كلف جد فراع اللي هو ابنه بان يكون على رأس بعث التعدين لحضار المفكات، والمفكات اللي هو نوع من انواع الاكاسيد الحجرية اللي كانت بتستخدم في الزينة بالنسبة للسيدات والرجال. بعد كده بننتقل من منطقة خوفو بلاتو الى منطقة سيليكا ثم منطقة العقبة باص، ومنطقة العقبة باص هي أصعب منطقة يقدر ينتقل فيها الإنسان عبر وسيلة اتصال معينة أو وسيلة مواصلات معينة للصعود إلى منطقة الجلف الكبير. أول من سمى هذه المنطقة منطقة الجلف الكبير كان البرنس حسين كمال الدين سنة 1922 وهو مكتشف منطقة الفرافرة. البرنس حسين كمال الدين كان من العائلة المالكة أو من العائلة العلوية، وكان مهتم بالعلوم وكان مهتم بالجغرافيا، ونزل منطقة الفرافرة اكتشفها سنة 1922 واصطحب معاه بعثة مكونة من 10 جمال في محاولة لاختراق منطقة بحر الرمال، لكن للأسف الشديد ان هو وصل الى منطقة لم يستطيع من خلالها عبور منطقة الجلف الكبير، حيث انه وجد امامه هضبة عالية جدا فسماها منطقة الجلف الكبير او العائق الكبير.
في سنة 25 البرنس حسين كمال الدين أمر شركة ستروين إن هي تصنع له ثلاث سيارات نصف مجنزرة، واستطاع بيها إن هو ينزل مرة أخرى إلى منطقة الفرافرة في عام 1925، واستطاع عبور أو الصعود أعلى تبة هضبة الجلف الكبير إلى أن وصل إلى منطقة تسمى حاليا بنقطة البرنس حسين كمال الدين، لأن هي دي المنطقة اللي استطاع ان هو يصل، او ابعد منطقة استطاع ان هو يصل اليها. في ابان بقى الحرب العالمية التانية حاول الالمان ان هم يخترقوا منطقة الصحراء الغربية بالاستعانة باحد الجواسيس المجريين او احد المساعدين المجريين، كان يسمى الماسي، والماسي ده اخترق الصحراء الغربية بالاستعانة ببعض افراد قبائل الطوارق الى ان وصل الى منطقة وادي صورة، واتسمت هذه المنطقة بمنطقة وادي صورة حيث انه اكتشف كهف موجود فيه مجموعة من الصور الملونة، فسمى هذه المنطقة منطقة وادي صورة. منطقة وادي صورة بتبعد تقريبا عن القاهرة ما يقرب من 800 كيلو، سواء بقى 800 كيلو دول محسوبين من منطقة القاهرة نفسها أو من ميدان التحرير نفسه، أو 800 كيلو محسوبين من عند منطقة الواحات البحرية من عند منطقة الجارة، أو 800 كيلو محسوبين من عند منطقة بير 21 في الفرافرة. بنمر في خلال ال 800 كيلو دول بمجموعة من الوديان، زي مثلا وادي حمرة اللي بيوجد فيه مجموعة من النقوش الصخرية المصرية القديمة اللي بتدل على وجود بيئة حيوانية لم تكن موجودة في فترتنا الحالية، لم تعد موجودة في فترتنا الحالية، خاصة لهجرة هذه الحيوانات إلى منطقة وسط وجنوب أفريقيا، زي مثلا حيوان اسمه أبو حراب، زي الماعز الجبلي، زي الكبش القروي، زي الودان، زي التيتل، زي أنواع كتيرة من الزراف، زي أنواع من الأسود، زي الأفيال، وكل هذه الحيوانات كانت بتعيش في منطقة غابات السافانا اللي هي كانت منطقة الصحراء الغربية، بيئة مناسبة لفترة السافانا. لكن في فترة 10,000 سنة الماضية تعرضت منطقة الصحراء الغربية وكل الشمال الأفريقي إلى نوع من أنواع التصحر، وبالتالي ابتدت تختفي التجمعات البشرية، وابتدت تهجر هذه المنطقة قطعان الماشية والحيوانات البرية، وتصل إلى منطقة وسط أفريقيا سعيا وراء الماء والكلى. تبعها في ذلك الوقت أيضا الإنسان، باعتبار أن الإنسان بيقتات على الحيوان ويقتات على النبات، وبالتالي حينما يتم تعرض هذه المنطقة إلى التصحر فبيتجه الإنسان أيضا إلى السعي وراء الماء وراء الحيوان. في فترة ال 15,000 سنة الماضية احنا دايما نقول ان الحضارة المصرية القديمة حضارة 7,000 سنة، لكن هي في الحقيقة حضارة ابعد من ذلك بكثير. نوضح بس لحضراتكم ليه الخطأ الشائع اللي بيقول ان حضارة مصر دي حضارة 7,000 سنة، لان الحضارة المصرية القديمة اللي هي بتسمى مجازا بالحضارة الفرعونية بتبدأ من 3300 قبل الميلاد وتنتهي ب 30 قبل الميلاد، ثم في 2021 اللي هما
السنوات الميلادية، فتقريبا بيكون كده الحسبة حوالي 5500 سنة، بنيجي إلى تقريبا 1500 سنة اللي هم الأركايك بيريود، إلى 2000 سنة اللي هو تقريبا 7000 سنة اللي احنا دايما بنتكلم عنهم. لكن هي في الحقيقة ان تم العثور على كم كبير جدا من الأثار اللي بترجع للعصور الحجرية، وتم العثور على كم كبير جدا من النقوش الصخرية ومن الرسوم الملونة أو رسوم الكهوف في منطقة الصحراء الغربية اللي هي بتتبع محافظة الوادي الجديد. في منطقة وادي صورة تم العثور على مجموعة من الكهوف، سمي أحد هذه الكهوف خطأ باسم كهف السابحين، لأن فوجيني الباحث الإيطالي حينما اكتشف هذا الكهف توقع أو تخيل أن الرسوم الموجودة داخل الكهف هي عبارة عن رسوم لسابحين أو لبعض الأفراد يسبحون في الماء، ولكن في الحقيقة ده مختلف تماما عن الواقع، لأن هذه الأشكال الأدمية أو البشرية ما هي إلا عبارة عن أشكال صغيرة رسمت بطريقة فنية للفنان المصري القديم، سميت هذه الطريقة باسم الطريقة الخيطية. ومنطقة وادي صورة منطقة كبيرة جدا بتقع ضمن محمية الجلف الكبير، وهذه المحمية تقريبا مساحتها 48,000 كيلو، يعني تقريبا قد مساحة سويسرا. لكن في الحقيقة أن هذه المنطقة بتحتوي على كم كبير جدا من المزايا الأثرية والجيولوجية والطبيعية التي لا تتكرر في أي مكان في العالم. عندنا مثلا في منطقة الجلف الكبير عندنا منطقة السيليكا، وهذه المنطقة بتحتوي على حجر السيليكا، وهو حجر نصف كريم استخدمه المصري القديم لمرات قليلة جدا، والمرة واحدة في عصر المصريين القدماء في عصر توت عنخ آمون، حيث تم صناعة قلادة من الذهب فيها حجر السيليكا على هيئة الجعران. بعد كده عندنا منطقة أخرى اسمها منطقة نيزك جبل كامل، ونيزك جبل كامل عبارة عن أحد المناطق التي ضربها نيزك في فترات زمنية سابقة تصل إلى تقريبا 50 قبل الميلاد، تاركا فجوة في الأرض تصل قطرها تقريبا إلى 2 كيلو، ومكونة نوع من أنواع الحديد النيزكي، وده برضو اللي استخدمه المصري القديم في عمل مجموعة من الأثار، منها أحد هذه الأثار في المتحف المصري، وألا وهو خنجر الملك توت عنخ آمون المصنع النصل منه من الحديد النيزكي. بعد كده بنصل إلى منطقة وادي صورة، وهي منطقة الكهوف، ودي منطقة تكاد تنافس منطقة كهوف لاسيكو في فرنسا، تنافس منطقة كهوف التيميرا في أسبانيا، تنافس منطقة كهوف لاس ماتيوس في الأرجنتين، تنافس مناطق كتير جدا من المناطق اللي بيتواجد فيها الكهوف الخاصة بإنسان ما قبل التاريخ أو إنسان العصور الحجرية. وبتتميز مصر بأن عندها مجموعة من الكهوف غير مسبوقة، يعني عندنا في منطقة الفرافرة عندنا كهف اسمه كهف الأبيض، عندنا في الواحات البحرية كهف اسمه كهف الكهف ده تم الكشف عنه 1838 اللي هو كهف الجارة، وعبارة عن مجموعة من التكلسات الحجرية الكلسية اللي بتدينا نوع من الصواعد والهوابط داخل الكهف، لكن تم العثور مؤخرا فيه على مجموعة من النقوش الصخرية الخاصة بإنسان ما قبل التاريخ. عندنا كهف مثلا في القصير اسمه كهف الصدمين، لكن كل هذه الكهوف لا تساوي شيئا بجوار كهوف منطقة وادي صورة اللي فيها كم كبير جدا من أسس الحضارة المصرية القديمة أو أسس الحضارة الفرعونية، حيث تم العثور في هذه الكهوف على كم كبير جدا من النقوش الملونة تصل تقريبا إلى 2000 نقش ملون، بيصور بقى البدايات الأولى لفكرة التوطمية أو فكرة نشأة الديانة المصرية القديمة، بيصور مجموعة من الطقوس اللي كان المصري القديم بيستخدمها خلال الحضارة المصرية القديمة، زي طقسة التعبد إلى الشمس، زي طقسة فتح الفم اللي بيحاول بيها المصري القديم يعيد الحياة مرة أخرى إلى المتوفى.
عندنا من ضمن الطقسات الهامة جدا طقسة خاصة بدمج الهيئة البشرية مع الهيئة الحيوانية، اللي هي فكرة السفنكس أو فكرة أبو الهول، اللي احنا بنشوفها مثلا عند منطقة هضبة الجيزة أو أهرامات الجيزة، اللي هو شكل الأسد مع الوجه البشري. وده كله كان موجود داخل كهف وادي صورة. ومجموعة كهوف وادي صورة هي حوالي 35 كهف، منهم 3 كهوف فيهم تصوير ملون أو رسوم ملونة لإنسان العصور الحجرية. الجميل بقى أن كثير من البعثات الأجنبية حاولت تعمل في هذه المنطقة، لكن وعورة وصعوبة الوصول إلى هذا المكان نأى بهذه البعثات الأجنبية أن تعمل في هذه المنطقة. لكن البعثة المصرية برئاستي لما اشتغلت في منطقة وادي صورة عثرنا على كم كبير جدا، ليس من الأثار ولكن من المادة العلمية، المادة العلمية اللي حيرت كثير من علماء العالم. المادة العلمية دي وصلتنا لنقطة مهمة جدا، ألا وهي أن المصري القديم في خلال 12,000 سنة الماضية توصل إلى نوع من أنواع الكيمياء، والكيمياء دي في عمل الأكاسيد اللونية. والمصري القديم تقريبا كده عمل كم كبير جدا من التجارب الكيميائية للوصول إلى هذه الألوان البراقة التي لا تزال إلى الآن تحتفظ برونقها وتحتفظ ببهائها. وده يدل على أن المصري القديم استخدم كم كبير جدا من الوسيط المائي. ونوضح لحضراتكم يعني إيه الوسيط المائي. يعني المصري القديم لما كان بيستخدم أو حيحب مثلا أن هو ينتج لون معين، كان بيجيب اللون ده من الأكاسيد الحجرية الموجودة في الجبل، لكن كان عنده برضو أكاسيد عضوية، يعني كان يطلع اللون الأبيض من الأكسيد الخاص بالعظم اللي هو بيجيب العظم الجاف ويصحنه ويطلع منه اللون الأبيض، ثم يمزجه بالوسيط المائي. والأكسيد اللون الأسود كان بيطلعه من الفحم أو من كل ما هو محروق، سواء بقى خشب سواء عظم واتيفر ايا كان، بيستخرج منه اللون الاسود. لكن الالوان الاخرى بقى زي مثلا اللون الاصفر، اللون البرتقالي، اللون البنفسجي، اللون البني، اللون الاحمر القاني، اللون الذهبي، كل دي الوان كانت موجودة عند المصري القديم من حوالي 12,000 سنة، وموجودة لا تزال إلى الآن موجودة في كهف وادي صورة في منطقة الصحراء الغربية. لا، الأجمل من كده كمان أن المصري القديم عمل تكنولوجيا غريبة جدا، أن هو بعد ما صنع الأكسيد الحجري وصنع الوسيط المائي وقام بنقل تراثه الثقافي وتراثه الفكري على جدران الأحجار الرسوبية، عمل تكنولوجيا غريبة شوية، ان هو عمل بولشنج للون. يعني ايه بولشنج للون؟ يعني عمل مادة تمنع اللون من التآكل ومن التساقط. يعني ايه برضو؟ يعني عمل مادة كده اشبه بالمادة البلاستيكية او بالمادة الصمغية اللي هي تحمي الالوان من عملية الاروجن او من عملية النحر الخاص بتحرك الرمال. وده يدل على ان المصري القديم كان عنده ابداعات وعنده تكنولوجيا وعنده افكار غير مسبوقة في فترة زمنية بعيدة جدا لم تكن اي من الحضارات الاخرى قد وصلت الى هذا النضج الفكري. بعد منطقة وادي صورة بنجد منطقة اخرى غريبة جدا، منطقة اسمها جبل العوينات. والانجليز جم في اتفاقية ساكيس بيكو سنة 1936 عملوا حاجة غريبة قوي، ان هم وضعوا العلامات الحدودية فوق جبل العوينات، وبالتالي جبل العوينات اللي هو عبارة عن 25 كيلو اتقسم ما بين 3 دول،
جزء منه موجود في مصر وجزء منه موجود في ليبيا وجزء منه موجود في السودان. عايزين نوضح لحضرتكم بس الفكرة بتاعت الانجليز وبتاعت ليبيا حطوا العلامة الحدودية في هذه المنطقة. طبعا مصر كانت ولاية عثمانية جت في فترة 1892 وعقدوا اتفاقية، الانجليز عقدوا اتفاقية ما بين انجلترا وما بين الدولة العثمانية، ان الدولة العثمانية ادت الحق لانجلترا وللدول الاخرى التي تحتل مجموعة من الولايات تتبع الدولة العثمانية، ادتهم الحق في ان يقوموا بتقسيم الحدود او برسم الحدود او بترسيم الحدود بينهم وبين بعض. في عام 1902 ادت الدولة العثمانية الحق لانجلترا لترسيم الحدود في الولايات اللي بتحتلها انجلترا، واللي كان منها مصر والسودان واثيوبيا والجزيرة العربية وخلافه. فترة بقى الجلاء قامت انجلترا بعمل خدعة بسيطة جدا، الا وهي ان هي حطت العلامة الحدودية عند منطقة 22 او خط 22، في حين تم التوقيع على ان يكون الخط الحدودي عند منطقة 21.5. طبعا النص درجة على الخريطة خلقت مشكلة دائمة الان، وهي منطقة حلايب وشلاتين، وهذه المشكلة مستمرة ايضا في منطقة العوينات. لما جت انجلترا حطت العلامة الحدودية على جبل العوينات، قسمت جبل العوينات اللي هو 25 كيلو الى 3 مناطق. المنطقة اللي في مصر بتسمى منطقة كركور طلح، والمنطقة اللي في السودان بتسمى منطقة كركور ادريس وكركور ابراهيم، وفي منطقة ما بين مصر والسودان بتسمى كركور مر، بينما المنطقة اللي موجودة في ليبيا بتسمى عين دو. وفي الحقيقة ان منطقة جبل العوينات هي اكبر منطقة على وجه الارض في قاموس للنقوش الصخرية للانسان القديم اللي بترجع الى فترة العصر الحجري الحديث. وده يدل على ان الانجليز او المحتل كان بيتفهم الى قدر كبير ان هو من خلال هذه العلامة الحدودية سوف ينشئ نوع من انواع الخلافات ما بين الدول الناشئة يوما بعد يوم. منطقة جبل العوينات منطقة من المناطق القوية جدا والأثرية والمهمة جدا، وحتى منطقة العوينات سميت بالعوينات نظرا لانتشار مجموعة من العيون الصغيرة اللي كان بيتجمع فيها مياه الأمطار، لأن تعتبر منطقة الصحراء الغربية من أكثر المناطق القاحلة على وجه الأرض، بيسقط فيها تقريبا 10 سنتيمتر مية في منطقة الصحراء الغربية مرة واحدة كل 10 سنين، فبتعتبر من أكتر المناطق الجافة على وجه الأرض. لكن لو احنا بصينا على الخريطة المصرية هنجد ان منطقة جبل العوينات من أكبر المناطق المرتفعة في مصر، حيث يصل أحيانا ارتفاع بعض الجبال في منطقة العوينات إلى أكثر من 800 متر عن مستوى سطح الأرض أو مستوى سطح البحر. ده يدل على أن الخريطة الطبوغرافية بتاعت مصر كانت مختلفة بعض الشيء، وكانت في هذه المنطقة بيسقط كمية كبيرة جدا من الأمطار في فترة النيوليثيك أو فترة 15,000 سنة السابقة، وبالتالي هذه الكميات المهولة من الأمطار كونت مجموعة من الروافد النهرية. هذه الروافد النهرية اللي ذكرها في فترة من الفترات الدكتور فاروق الباز، وقال ان هناك كان في منطقة العوينات نهر نيل اخر، هو في الحقيقة لم يقصد به نهر نيل وانما كان يقصد به النهر المقلوب،
والنهر المقلوب لو حضراتكم بتبصوا على خريطة مصر وبتتخيلوا شكل نهر النيل هتجدوا ان انجراف المياه او سريان المياه في نهر النيل بيأتي من الجنوب حتى الشمال، يعني من منطقة اسوان او السودان حتى منطقة الشمال اللي هي منطقة اسكندرية او دمياط، في حين ان النهر المقلوب في منطقة العوينات او النهر المقلوب الجاف حاليا في منطقة العوينات كان بيأتي من الشمال ويصب في منطقة جبل العوينات في الجنوب، وبالتالي توجد هناك مجموعة كثيرة من الوديان الجافة التي ما هي إلا عبارة عن روافد لهذا النهر المقلوب. وفي الحقيقة أيضا أن هذا النهر المقلوب اللي كان موجود عند منطقة جبل العوينات هو المكون الأساسي لخزان النوبي، والخزان النوبي هو خزان كبير جدا بيقع في الصحراء الغربية، وهو احتياطي مصر من المياه العذبة فترة طويلة جدا، لدرجة ان حضراتكم بتجدوا ان الخزان النوبي تستطيع ان تعثر على المياه بمنتهى السهولة في منطقة الصحراء الغربية كلها، وبيمتد هذا الخزان النوبي من عند منطقة وادي حلفة الى منطقة جبل العوينات حتى منطقة جنوب سيوة، يعني تقريبا كده في معظم الصحراء الغربية المصرية. رحنا مع حضراتكم زيارة سريعة لمنطقة جبل العوينات ومنطقة الصحراء الغربية ومنطقة وادي صورة، وضحنا لحضراتكم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى منح مصر كم كبير جدا من المزايا ومن العطايا ومن المقومات، سواء المقومات السياحية او المقومات الجيولوجية غير مسبوقة في اي دولة في العالم. عايزين نوضح لحضراتكم ان منطقة الوادي الجديد هي منطقة بكر بتحتوي على كم كبير جدا من المواقع الأثرية اللي احنا كتير ما نسمعش عنها، في مواقع أثرية كتيرة جدا في منطقة الدخلة، في مواقع كتيرة جدا في منطقة الخارجة، في مواقع كتيرة جدا في منطقة الفرافرة، في مواقع كتيرة موجودة في منطقة الواحات البحرية، وكل دول بيقعوا في نطاق الصحراء الغربية، لكن التقسيم الإداري بيوقع أو بيقع بيجعل منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، في حين منطقة الفرافرة والدخلة والخارجة بتتبع منطقة محافظة الوادي الجديد. عندنا المنطقة الأخرى المجاورة للمنطقة الأثرية في جبل العوينات ألا هي منطقة شرق العوينات والمتصلة امتدادها حتى منطقة أسوان ومنطقة أبو سمبل، واللي بتعتبر حاليا هي كنز مصر من الأراضي القصبة التي تستطيع أن تكون بديلا للمناطق أو مناطق الزراعية اللي تم استخدامها في المباني في منطقة الدلتا. زرنا مع حضراتكم النهاردة أحد أهم المواقع اللي موجودة في مصر، منطقة الصحراء الغربية، منطقة وادي صورة، منطقة السلكة، منطقة وادي حمرة، وادي عبد المالك، العقبة باص، منطقة التمن تجراس، منطقة مطار الإنجليز، إلى أن وصلنا إلى منطقة كهوف وادي صورة، ثم إلى المنطقة الرائعة منطقة جبل العوينات في أقصى الجنوب الغربي لمصر. شرفت بحضراتكم وسعدت جدا بوجودي مع حضراتكم في هذه الفترة الزمنية البسيطة. كان معكم الأستاذ الدكتور خالد سعد المصطفى، مدير عام الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ، وعضو الاتحاد العام للأثريين العرب، وعضو الاتحاد الأثريين المصريين، ومستشار الصندوق الدولي للتنمية والتخطيط. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.